السلام عليكم يا اغلى متابعين، كي درتو؟ لاباس عليكم. كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. المهم غير قبل على اختكم، انا مازال معاكم في الصيف وفي العطله، واخا يعني بدينا الخدمه وكل شيء، ولكن راكو عارفين الظروف، ما درتش المونتاج يعني في الوقت اللي كان خصني نديرو. المهم تعطلت شويه، ولكن ماشي مشكل، هذا بقى اخر فيديو ان شاء الله. من بعد غادي نشارك معاكم الفيديو ديال الرجوع فاش رجعنا بحالتنا، ومن بعد ان شاء الله نرجعوا لحياتنا اليوميه وفيديوهات اللي كلها ان شاء الله طاقه وحماس، واللي كتماشى مع هذه الفتره هذه ديال الدخول المدرسي، ديال الروتين ديال القرايه وديال الخدمه. المهم غير قبلوا على اختكم وصافي، والله العظيم ما يعني ما كرهتكمش تشوفوا معايا وتدوزوا معايا هذه الاجواء هذه ديال الصيف وقتها، ولكن ما كيصلحش، راكو عارفين ملي كنكونوا مسافرين ما كيكونش الوقت، ما كيكونش بزاف ديال المسائل. المهم هنايا كنا درنا تقريبا اخر خريجه، هنايا كنا مشينا لتطوان، درنا شي شويه في تطوان، مشينا لباب النوادر. المهم شاركت معاكم هنا الطريق وصافي، راكو عارفين واخا يعني دخلنا لباب النوادر، دخلنا للسوق لداخل المحلات وكلشي، ولكن راه ما كيصلح ليش نصور. صراحه كنشوف يعني محلات زويونين صراحه، كلشي تبارك الله عندهم، المحلات البلدي الحوايج السبيبطات كان كلشي، ولكن ما كنقدر صراحه نصور، ما يعني ما يعجبنيش شي واحد يقول لي لا ما تصوري ليش المحل ديالي ولا، دونك باش ما نحرج حتى شي واحد وما نحرجش راسي ما كنصورش الاماكن اللي كيكون فيها الزحام ويكون فيها البشر بزاف، ما كنهزش تليفوني وما كنصور حتى شي حاجه. ولكن الطريق كنبغي هكذا نشارك معاكم الطريق والاجواء، وعجبتني صراحه الشمال كلها غزاله، المدن ديالها كلهم زويونين. كنا صراحه بغينا نمشيو لطنجه ولكن ما كفاناش الوقت، راه عارفين يعني طنجه خصنا نهار عاوتاني نهار كامل ديالها، والدراري ما كيسخاولناش بالبحر، المشكله ما كيبغيوش يعني شي نهار من نديرو شي بروغرام هكا وندورو وما نرجعوش فيه للبحر. هو المهم مره اخرى ان شاء الله بحول الله. صراحة دوزنا واحد الوقت زوين هنا، بحال كالعادة في الصباح كنمشيو للبحر، ما كنفيقوش بكري، المهم كنفيقو عادي، كنفطرو على خاطرنا ونهبطو للبحر، كنهبطو على رجلينا، واحد الدرديبة دغيا دغيا كنوصلو، ماكسيموم كنديرو ساعة ونص ساعتين في البحر، ومن بعد كنرجعو في حالتنا، عاوتاني كنوجدو غدانا وصافي. وهنا تا العشية يعني ارتاحينا، نعسنا واحد شوية وعاد خرجنا هنايا. مهم درنا وتقضينا شي حويجات ماشي بزاف صراحة. هنا خليت الصوت وخليتكم تعيشوا معايا هاد الاجواء هنايا في ساحه الفدان، صراحه زوينه بزاف، ولكن ما قدرتش نصور يعني كان زومي غير على العلو ودوك المباني للفوق، اما الجاردان الداخل وديك الساحه كانت عامره بزاف بالبشر، ما قدرت صراحه نصور، جاتني حشومه غادي يبانوا معايا بزاف ديال الناس. المهم خليتكم تعيشوا دوك الاجواء، خليت ما زولت لا صوت لا حتى شي حاجه.
قلت لكم يعني مول فا كنمشي للشمال كانت قد صراحه شحال هادي، كنت كندير واحد الخطا كبير كنمشي صراحه والله العظيم الا فلوسي كلهم كنحطهم تما وكنجي جايه. مؤخرا صافي حيدت عليا الطبيعه ما زويناش والله العظيم صراحه. الحويجات كاينين في اي بلاصه، حتى حنا هنا فاس عندنا تبارك الله الخير والبركه، عندنا حويجات عندنا. كنمشي لتما كندور كناكل كنتمتع وكناخد شي حويجات، ماشي ما كناخدش ولكن ما كنبالغش صراحة. شحال هادي كنت كنخلي واحد لاصوم كنديرها على حساب التقضية، غن بحال زعما انا ما عارف منين جاية من شي جبال ولا ما كاينش عندنا الحوايج، ما كاينش عندنا الاثواب، ما كاينش صراحة. كنت كندير خطأ وكنصح اي واحد باغي يعني يدوز عطلة زوينة وهذا ما ديروش بالكم انكم ماشيين تقضوا. وصراحة حتى الشمال يعني ما بقاش من نهار تسدوا الحدود ما بقاش يعني ديك السلعة اللي كانت كتدخل وداك الشي كامل. كانت عندهم السلعة عندهم كل شيء ولكن الأثمنة طالعة بزاف صراحة. كان إلا خرجنا هكا كنتقضى غير شي حاجة هكا اللي غادي ناكلوها مجموعين ولا صافي، وهكا دي سوفونير العائلة خديت ضروري كناخد حاجة حاجة هكذا وصافي. ما بقيتش كنبالغ حتى راسي أنا والله العظيم ما خديت لي حتى شي حاجة من غير واحد الثوب ديال الجلابة يمكن وشي حاجة أخرى وصافي. الدراري كذلك ما خديت لهمش لان كنبقى حاصله في دوك الحوايج وكترون عندي الدنيا، دونك صافي قلت جاي ندخل المدرسه غادي نكسيهم. وعندنا فاس تبارك الله حويجات زويونين اذا بلا ما نتقل عليا، وكنعمروا في الطوموبيل بالحوايج فلوس كيمشي. دونك نصيحه اللي باغي يمشي يدوز شي عطله في شي بلاصه يزول عليه هاد الفكره، ما يكونش ماشي باش يتقضى ولا انا ماشي باش نتبحر باش نتمتع باش ناكل على برا نجرب ماكله واحده اخرى جديده، المهم نكتشف بلايص اخرين جداد. المهم كنتمنى زعما يكونوا اللي متفقين معايا في هذه الفكره، واللي ما متفقش راه كل واحد عارف كيفاش كيسير حياته. المهم انا غير قلت من المنطلق ديالي نشارك معكم تجربتي وصافي. صراحه ارتحيت بهذه الطريقه هذه. كناخذ شي حويجات مثلا اللي كنحتاجهم للبحر حتى كنمشي تما عاد كناخذ، وكل نهار وشنو كيبان لي مثلا خاصني شي حاجه راه كناخذها تما اللي غنحتاجها وصافي. اما هكا باش نكسي الدراري الكسوه ديال الصيف وديال البرد وديال الشتاء والصبابط والكبابط وهذا ما بقيتش كندير هاد القضيه زعما صراحه وارتاحيت. المهم هنا شاركت معكم الطريق فاش كنا راجعين، كان هنايا يعني لقيت هذا المغرب صراحة أجواء رائعة هنايا في تطوان. شوفوا الأضواء تبارك الله وديك الزينة اللي دايرين هكذا في الشوارع شي حاجة طوب والله العظيم. كت النفس ديالكم كترتاح وكتبهج يوم كيما كيقولوا العين تعشق كل جميل، أي حاجة زوينة راه العين سبحان الله كتعجب بها كتعشقار. العين ديالنا كتبغي تشوف الحاجة الزوينة الحاجة النقية الحاجة المبهجة، تشوف اللوينات تشوف الخضورة تشوف هاد النظام وهاد الترتيب في المباني. انا صراحة كيحمقني داكشي اللي كتشوفوني دائما كنشارك معكم هادشي في الفيديو. داكشي قلت لكم كتلاحظوا كنشارك معكم دائما هاد المناظر الغزاله حيت كتعجبني كنشاركها معكم في الفيديوهات. المهم الفيديو ما بقى له والو غادي يسالي ما سخيتش بكم، كنقول لكم الى اللقاء في الفيديو ان شاء الله الاخير فاش غادي نرجعوا ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريق وفين مشينا وكيفاش دوزنا داك النهار. خليكم متابعين القناه ديالي ولا يخطيكم عليا، ومرحبا بالناس الجداد كنقول لكم مع السلامه.